السلام عليكم الاصدقاء. اليوم غنهضروا على المجتمع. ملي كنسمعوا المجتمع تتبادر للذهن ديالنا بزاف ديال المعاني وبزاف ديال الدلالات. ولكن سولتكم واحد السؤال، واش يمكن شي انسان يعيش خارج المجتمع بحال ديك الشخصيات اللي كاينين في الافلام الكرتونيه بحال اللي كاينين في المسلسلات تارزان؟ واش فعلا تارزان شخصيه حقيقيه؟ واش فعلا يمكن شي انسان يعيش خارج المجتمع ويكون انسان؟ طبعا اغلبكم غيقول لي لا. علاش؟ لان المجتمع هو اللي يحدد شخصيه الانسان، هو اللي يتاثر داخله. وهذا الامر واضح انه كلنا كحيوانات تحتاج الى تجمعات منذ قدم التاريخ باش نحميو نفوسنا من الحيوانات المفترسه وباش نقدروا نتعاونوا. اذا في هذا الفيديو هذا غنحاول نطرح معكم مجموعه ديال التساؤلات ومجموعه ديال النقاشات. اول حاجه غنسولوا فيها شنو هو المجتمع، ثم هذا المجتمع هذا شنو هو الاصل ديالو، واش الاصل ديالو طبيعي ان الناس بالطبيعه ديالهم اختاروا يعيشوا في المجتمع، ولا الاصل ديال هذا المجتمع هو التعاقد والاتفاق. ثم هل المجتمعات متطورات خصوصا في الفتره الحديثه، واش الافراد بقاو كما كانوا في العصور القديمه، يعني الفرد كانوا غير عبيد واسياد، ولا تطورت اشكال ديال الانظمه السياسيه والاجتماعيه اللي بدلت النموذج ديال المجتمع. ثم شنو هو الدور ديال الفرد في هذا المجتمع، واش هو دور سلبي ولا دور فاعل ومنتج؟ في ظهور المجتمعات الحديثه كانت هناك تغيرات اجتماعيه فرضها التاريخ، فرضها التغيرات الاقتصاديه السياسيه العلميه اللي خلات المجتمع يتغير من النموذج التقليدي الى النموذج الحديث. وهذا الامر هذا اللي خلى حتى طبيعه السلطه اللي كيمارسها المجتمع على الافراد غتغير وغتبدل. وهنا غنشوفوا كيفاش المجتمع تيمارس السلطه ديالو على الافراد، واش هاد الافراد هما خاضعين لهاد السلطه هذه اختياريا، ولا هاد السلطه تقهروا بها وتجبروا عليها بطريقه غير اختياريه. اذا الاصدقاء اذا سولتكم شنو هو المجتمع، كل واحد غيعطيني مجموعه ديال الدلالات ومجموعه ديال المعاني مختلفه. ولكن نقدر نقول بان المجتمع هو تجمع مجموعه من الافراد في بقعه جغرافيه معينه تجمعهم التاريخ والثقافه والعادات والتقاليد المشتركه، كما تربطهم روابط تبعيه ومصالح متبادله. وهنا تبان بان المجتمع هو مفهوم واسع تشير لمجموعه ديال المؤسسات والعلاقات الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه. طبعا كل مرحله تاريخيه كانت تحمل فيها المجتمع دلاله مختلفه على المجتمع في مرحله اخرى. علاش؟ لان طبيعه النظام، طبيعه تقسيم العلاقات، طبيعه تقسيم الشغل تختلف من مرحله تاريخيه المرحلة التاريخية أخرى. وهنا غتبان مجموعة من القضايا والإشكالات التي تطرحها المجتمع. أول حاجة اللي كما قلنا قبلت، واش هذا الأساس ديال هذا المجتمع هو طبيعي فطري؟ يعني واش الناس بالطبيعة ديالهم تفطروا على أنهم يكونوا في المجتمع، ولا أنهم اتفقوا وتعاقدوا؟ وهذا الاتفاق ما جاش طبيعي، وإنما جاء نتيجة تحولات اجتماعية وسياسية وقعت في التاريخ الإنساني. إذا شنو هو أساس الاجتماع البشري؟ واش أساس الاجتماع البشري طبيعي فطري ولا تعاقدي اختياري؟ إذا رجعتوا معايا الفيلم ديال كاست أواي ديال البطل توم هانكس، غلقوا بأن في هذا الفيلم هذا تعطينا واحد الفكرة جميلة، أنه الإنسان ملي تعزل بوحده في واحد الغابة أو في واحد الجزيرة ما يمكنلوش يوفر الضرورات ديالو، وأنه إلا وفرها تيوفرها بواحد الشكل في واحد الشقاء وفي واحد المعاناة. وكما تشوف الفيلم أنه حاول المخرج يبين لنا أن الإنسان محتاج الإنسان اللي يعيش معه، محتاج الآخرين أنه يتواصل معهم، أنه يتقاسم معهم مجموعة ديال الأشياء، أنه يتقاسم معهم حتى المهام ويتقاسم معهم عملية التعاون. وهذا هو الامر اللي شاروا له الفلاسفه منذ القدم، منذ ارسطو، اللي كيقول بان الانسان حيوان مدني بالطبيعه ديالو. شنو معنى ديال هذا الكلام؟ بمعنى انه يحتاج الى الاخرين باش يتعاون معهم باش يحقق الضرورات والاساسيات بحال الغذاء، بحال المأوى والحمايه ديالهم من الحيوانات المفترسه، وكذلك باش يتعاون مع خوتو ويبني مجتمع انسان. وتعتقد بان المجتمع تيشكل واحد البنيه اللي ما يمكنناش نتخلاو عليها، وان هذه البنيه تتقودنا للفضيله، تتقودنا للتعاون، تتقودنا للاحترام المتبادل. اذا بهذا المعنى فان ارسطو تيشوف بانه ما يمكنش الانسان يكون انسان خارج المجتمع، لان المجتمع هو اللي تيوفر له الاساسيات ديالو، ولكن خارج المجتمع فراه الحاجه الوحيده اللي غادي يقدر يلقاها هو الانقراض. علاش؟ لانه غادي يتعرض للقتل اما من طرف الاعداء، واما انه ما يقدرش يوفر الحاجيات والضروريات الاساسيه. وعلى نفس المنوال نقدروا نقولوا بان المفكر العربي المسلم ابن خلدون في الكتاب ديالو المقدمه كان يقول بانه بالضروره ان الناس تجمع، لانه ما يمكنش الانسان يعيش بوحده، وعطى سببين اساسيين. السبب الاول هو انه باش نوفر ابسط حاجه التي يقول هو الحنطه، باش توفر خبزه خصك عدد كبير من الناس اللي يشتغلوا ويتعاونوا باش في اخر المطاف توصل انت لديك الحاجه اللي سميتها خبزه. والمساله الثانيه تيقول ابن خلدون بانه الانسان اذا كان الله عز وجل ميز الحيوانات ان عندها مجموعه ديال القدرات ومجموعه ديال المميزات، بحال الفهد تتميز بالسرعه، الاسد تتميز بالقوه، فان الانسان ميزه الله باليد والفكر. وهاد اليد والفكر هما اللي ساهموا وخلاو الانسان ينتج ويطور كثير من المهارات وتسميوها التقنيات اللي بها دار عمليه الصيد للحيوانات المفترسه، وبها بدات تبني البيوت والكهوف القديمه، وبها بدات تطور
كثير من المهارات اللي طورت الإنسان، لأننا نعرف جميعا أن المهارات والتقنية أسبق من العلم. إذن هنا تصور ديال ابن خلدون وأرسطو تمشي في نفس الطرح، هو أن الأصل ديال المجتمع طبيعي ماشي اتفاقي تعاقدي، وأن الناس تفرض عليهم يعيشوا داخل المجتمع، لأنهم إذا ما عاشوش داخل المجتمع غير يتعرضوا للانقراض وغير يتعرضوا للموت. لكن هذا التصور تعرض الكثير من النقد، خصوصا في المرحلة الحديثة. علاش؟ لأن أوروبا عرفت مجموعة ديال التحولات التاريخية والسياسية والاجتماعية. أول تحول هو ظهور حركة النهضة في القرن 15، إضافة إلى حركة الإصلاح الديني اللي عرفتها أوروبا، ثم حركة الإنسية وغيرها من الحركات الاجتماعية والفكرية والعلمية اللي كانت في القرن 16 و17. الشيء اللي غادي يغير المعنى للمجتمع بسبب مساءلة دور الكنيسة ودور الدين في المجتمع، والنقاش حول الشرعية التي تسمى بها الملك في السلطة ديالو ديال المجتمع. وهنا غادي يبانوا مجموعة من الفلاسفة والمفكرين اللي تتبنوا تصور جديد في بناء المجتمع، وهو بناء تعاقدي. والفكرة ديال التعاقد غتبدا مع ما يسمى فلاسفة التعاقد الاجتماعي، اللي كانوا فيهم كثير من الفلاسفة، واهم فيلسوف اللي كان عنده واحد كتاب اساسي وهو الفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو، اللي كتب كتاب العقد الاجتماعي سنة 1762. هذا الكتاب اللي خرج النور وكان في سياق التحولات التي عرفها المجتمع الاوروبي، واللي ساهمت كذلك في ظهور النهضة وفي تطور المجتمع الاوروبي. اذا التحولات اللي عرفتها الانظمة السياسية خصوصا بعد الثورات التي عرفتها اوروبا، الثورة الفرنسية والثورة البريطانية، جعلت هذا المفهوم الجديد اللي هو العقد الاجتماعي سيكون هو الاساس ديال بناء المجتمع. وما غاديش يولي المجتمع تستمد فيه الحاكم السلطة ديالو من الشرعية الدينية او الشرعية التاريخية او حتى الشرعية الاجتماعية، غتولي الشرعية الدستورية او ما يسمى الشرعية القانونية، لانه سيرجع هؤلاء السلطة الى نوع من التعاقد الصريح او الضمني بين اعضاء المجتمع، عبر اخذ قسط من حرياتهم لجماعة أو لصالح حقوقهم وحرياتهم لجماعة أو لسلطة منبثقة عنها. وهكذا غتولي نظرية التعاقد الاجتماعي تتطابق بمجموعة المفاهيم من قبيل السيادة للشعب، الأولوية للقانون والمساواة والحقوق بين الجميع. إذن بالنسبة لهذه الفلاسفة كيفاش تأسس العقد الاجتماعي؟ يقول هؤلاء الفلاسفة أن العقد الاجتماعي جاب بواحد الطريقة متسلسلة. أول حاجة هو أن الإنسان كان يعيش في حالة الطبيعة، وبالنسبة لحالة الطبيعة كانت تتميز بالحرب الكل ضد الكل، تتميز بالعنف، تتميز بالقوة، وما فيهاش واحد القانون ينظم الناس. بحال واحد الناس قاتلين في واحد البلاصة، القانون اللي ينظمهم هو أنه اللي عنده القوة هو اللي غادي يحكم فيها. وكذا استمر المجتمع بهذه الطريقة، هذه غادي يوقع واحد الانقراض، واحد النهار ما غيبقى حتى واحد داخل المجتمع. والسبب هو أن الناس تتصرف بواحد الوحشية، بواحد الأنانية، وأنه حتى واحد ما تيشوف الآخر، كل واحد تيشوف المصلحة ديالو الخاصة، ونتيجة بأن هذه الحالة هذه سيكون فيها الإنسان أناني بامتياز. ولكن إذا استمرنا في هذه الحالة هذه غينقرض الإنسان، وهذا الشيء علاش يقول جون جاك روسو أن الإنسان فكر بالعقل ديالو باش أنه ينتقل من هذه الحالة هذه من خلال أمرين. أول حاجة أنه غيتخلى على ما يسمى الحرية الطبيعية، هذه الحرية اللي كانت عنده في حالة الطبيعة، تيدير فيها ما بغى، يدير اللي بغى فوقاش ما بغى، بل أصبحت هناك حرية مقيدة تسميها الحرية المدنية. وتوصف هنا جون جاك روسو حالة المدنية بالقول ديالو: تتميز بالعدل والأدب والقيام بالواجب ومراعاة المصالح المشتركة واتساع الأفق الفكري وسمو النفس ونبل العواطف والحرية المدنية المرتبطة بالتعاقد، مؤسسة على الحق القائم على التعاقد المشترك بين الأطراف. يعني تولي كل شيء تفكر الآخرين، تولي ما يسمى الحس المشترك أو الحس الإنسان. إذا في آخر المطاف قلنا جون جاك روسو العقد الاجتماعي شنو هو؟ هو اتفاق إرادي، أول حاجة لأنه الناس بغوا يديروه، واعي يعني الناس وعاو به وعرفوه، بين أفراد لتسيير شؤونهم باللجوء إلى الحق والعقل في مقابل القوة والحرية المدنية، مشروطة باحترام الآخرين في مقابل الحرية الطبيعية الحيوانية التي تخلق الفوضى والظلم والاعتداء على الآخرين. أنا تبا بأن الحرية المدنية هي أساس ظهور مجتمع الحديث أو ما يسمى الدولة الحديثة. هنا يمكن أن نقرأ الخلاصة هذه لتصور جون جاك روسو، تقول بأنه يرى أن المجتمع يعود في إنشأته بالأساس إلى التعاقد والاتفاق بين الأفراد الأحرار الواعين من أجل الانتقال من حالة الطبيعة التي هي حالة فوضى إلى الحالة المدنية، والمجتمع لما فيها من مزايا لصالح الإنسان المتمثلة في حالة النظام والأمن والحرية للجميع. لأن الإنسان بعد توقفه عن الانتقام والعنف وتركه لحالة الطبيعة انتقل إلى المجتمع المدني القائم على أساس قوانين وعلى عقد اجتماعي اتفق بموجبه على تأسيس المجتمع. لأن الناس اختاروا
انهم يدخلوا المجتمع بطريقه اختياريه، ولكن ملي يختاروا الدخول للمجتمع يصبح القانون ملزما لهم، ما تبقاش اختياري. وهنا تيبان بان هذا التصور هذا ديال اساس المجتمع الانساني عند روسو عنده واحد البعد اساسي، وهو انه ساهم في ظهور ما يسمى الدوله الحديثه، اللي تجاوزات السلبيات القديمه ديال الدول القديمه اللي كانت تحكم فيها السلطه بشكل مطلق، واللي تنتكلموا على فصل السلطات وعلى التقسيم ديالها. وكل ما رايناه فيما بعد من ثوره فرنسيه وثوره الامريكيه كلها رجعت في الاصل ديالها الى مجموعه من الكتابات اللي قدموها فلسفه العقد الاجتماعي، بمعنى انهم ساهموا في ظهور هذه المواثيق الدوليه ديال حقوق الانسان وديال القانون الدولي اللي تنظمنا حاليا في العالم. يمكننا نقولوا كتركيب لهذه الاشكاليه هذه اللي هي ما هو اساس الاجتماع البشري، نقدر نقولوا من خلال مقاربه اشكاليه اساس الاجتماع البشري يبدو الاختلاف واضحا بين الفلاسفه حول اساس الذي يقوم عليه المجتمع، بين من رده الى الفطره ومن راى بانه تعاقد. لكن الاختلاف هنا قائم على اختلاف مفهوم المجتمع لدى كل فيلسوفين. فإذا كان ابن خلدون يعالج المجتمع كجماعة من الناس يتعاونون على الضروريات من الحياة بشكل فطري، فإن جون جاك روسو يتحدث عن الدولة كوجه المتقدم للمجتمع البشري قائم على القوانين الوضعية. وفعلا بأن المرحلة اللي جات فيها القرن 16 و17 و18 تبلورات فيها مفاهيم جديدة ديال الدولة بمعناها الحديث، أو ما يسميه ماكس فيبر العقلانية السياسية، بمعنى كيفاش نقلبوا على وسائل عقلانية باش ندبروا الشأن السياسي كما درنا العقلانية في المجال العلمي وفي المجال الفكري. إذا تبارك الله عليكم، هذا كان نقاش موجز حول إشكالية أساس الاجتماع البشري. على أساس نتلقاو فيديو آخر نبسطوا فيه النقاش حول إشكالية الفرد والمجتمع.